السلام عليكم ورحمة الله. تغريدة مثيرة للجدل في السعودية لمغني أمريكي لن أعود إلى الرياض أبدا. سر تغريدة المغني الأمريكي التي أشعلت السعودية. أحدثت تغريدة مطرب الراب الأمريكي ليل واين ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية عقب مشاركته في حفل أمس السبت ضمن فعاليات موسم الدرعية. وشارك واين في الحفل بجانب مغنيين أمريكيين مثل تايغا وفيوتشرز، ولكن عقب الحفل نشر واين تغريدة قال فيها لن أعود إلى الرياض أبدا. وأرجع عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي في السعودية هذا القرار إلى رفض السلطات صعوده إلى المسرح وهو ممسكا بسيجارة من مخدر الحشيش. وهاجم مستخدمو مواقع التواصل لتصريحات المطرب الأمريكي قائلين له إن قواعد وقوانين السعودية ينبغي أن تحترم من الجميع، ولن يسمح أبدا لأحد باستخدام المخدر في البلاد.